قولي هدية نور وعصام لماما برزاتشي ساعة. يا سلام كتير حلوة. لا قلت لك ماما انت بدك تديني رولكس؟ ها كتير حلوة. ألف 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 مبروك. لك هي اسرع اعطيها لسيدي. انت لازم تديني رولكس. خدي رولكس. وسيد راحة وسيد راحة عملت لها لماما البوكس الأدراس سيدرا تبعت الساعة. شو جاي عبالكم نسوي لكم حلو هلا؟ كاستا ما بعرف ليكو اذا كثير هلا ليكو اذا كثير كثير يعني هيك دللتوني حسوي لكم حلا، اذا ما دللتوني ما راح اسوي لكم حلا. حسب حسب. انتو شو رايكم متابعين اسوي لهم ولا ما اسوي لهم؟ هلا اول شيء اجيت لعنا رفقت ماما تمام، فبدي اسوي لهم هيك كاسه قهوه عنبيه، وبعدين المفروض انا وسيدة ما نبلش في الحلقة. خليني اشوف. هلا انا بعرف انه عندي اخر مرة جبت كل اغراض الكاستنج، فعندي كل الاغراض. حليب عنا صح؟ والله متحت. ايه شو في تحت هون؟ متحت حليب مبلغ. شو في تحت عندك؟ ليك في حليب هون. البريق تبعي؟ وسام شو بك يا اختي؟ مالي شربانة مثل اليوم؟ بدك صح صح صحيح؟ لا مو هيك بدي هيك بس وطي وطي مشان ما يغلي. هي وطت لك يا نشغل المي كرمال القهوة دغري تغلي. حطيت المي بقلب الدولة. شو بتسموها هي انتو؟ احنا بنسميها دولة. بسوي لهم هيك هلا فنجان. نحن لما بنشوف اصدقائنا وصلنا زمان مو شايفينه على نحفانه سمنانه شو هالحلو حليانه مشعانه عم بتقلها لسيدرا انه كثير مالي مدوده. انا مالي مدوده بس انا عن جد سيدرا نحفانه. ايه معك مرحة. لا عم بتقلي انا نحفانه. انا رد هذيك المره كثير. ايه لسا كانت تنحف من هيك بس هلا على الاكل هن بس يجوا لعندك تتغير نفسيتهم. يا الله عم تغزلني. ما بيقدروا يعيشوا بدون الاكسجين تبعيتهم يا عم. ليكي على حكايتهم والله العظيم ما في. خلص هلا سويت لكم قهوه غير شكل غير شكل لبين ما اسوي يلا. فتنا يلا هات اوعيكم هات اوعيكم حطوا لهم دغري بالغساله. لا حطوا لهم بديتهم سيدرا ناحي عم بتحضر المكسرات والبزر والحبشتك تكلاتي وماما شغلت لي الغز غسالة من اول ما اجي. عن جد عن جد رفيقتنا اللي عندنا اليوم يعني بنعرفها من ايام سوريا وحافظه ماما كثير تمام، فعم تقول انه ماما هلا هي ارحم من قبل بكثير. تذكري لما كانت اول ما كنت من الباب بالشام تمسكي لها اجريها اوه مش لها اجريها. والله اول انك حتى ليك رفيقتنا حافظتها لماما انه هي كانت عايشه بنفس الجنايه عندنا. اول ما نفوت على طيب شلحي جراباتك كنت فركنا رجلينا بالديتول وبالكلور. حطينا هون شيبس الجبنه وشيبس الكاتشب هلا. برافو عليك يا سيسي. هاي انا كمان انا قعدتني بالمساحه وشقت نسخه الحيطان على الحيطان كانت خلينا نطلع. شايفين هون شوفوا هي التشكيله الخرافيه اللي عم تعملنا اياها. الشبجر
صار جاهز بهيك يعني حط لهم ظبط لهم القعده السهره لبين ما انا وسيدرا كمان نخلص ونندمج بالحلا. اليوم حنعمل حلا خرافي تمر. كمان عندنا شيء اساسي بالبيت هذا التمر بجنن بجنن. اي سيدرا هلا انا برايي بالنص خليه فاضي كرمال القشر. يعني شايفين هون سيدرا حطيت الفستو قصدي المكسرات و بزر دوار القمر بنسميه. هذا البزر المصري كثير بحبه من باجا ما جايبينه تخيلوا جبناه من السعوديه. قلت له هذا المكان خليه فاضي كرمال نحط القشر. حط هيك التمر خلص هلا عم يخطبوا يتزوجوا هنيك قاعدين. ليش ليش بدنا نتزوجوا ليش؟ 30 سنة؟ لا ل 30 سنة بتطلع عندك اولاد؟ لا بيكون عندك 5 اولاد ولا 30 سنة؟ لكن بدنا اولاد نحن بالعيلة. بدنا 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 نكبر العيلة. بدنا نكبر العيلة، بدنا نكبر اسم العيلة. نحن عندنا كل واحد يتزوج ما اقل من 4 اولاد. 5 6 اي وقت العرس لتيجي العروس. هلا عم ندور عروس لعمار بدنا نزوجه. يلا عملت المبالغة يلا ندور له على شي عروس لعمار. شو المواصفات؟ انا بعرف المواصفات مثل اخته سيدرا. مثل اخته اسراء حلوة كيوت مؤدبة. والله هي اللي حتيجي المهم المهم مثل اخواته فرفوشة هيك فرفوشات فرفوشة ليكي فولي حسكم عم بتقلي اسعدي قصيره بدها اياها كيوت. اوكي مو طولي. انا متاكده يلي حتيجي عنا على البيت كنا حتنبسط حتنبسط كثير لانه نحن بنات وفرفوشات وبنحب اصلا كنا ما بنعاملها كنا احنا بنعاملها اخت كاخت. يعني هلا نكي انا وسيدرا ونور نحن ثلاث اخوات مرت عصام. اذا اجتنا هلا وحده رابعه لعمار فهمتوا هلا بس تيجي عروس لعمار بنصير اربع اخوات بتكبر العيله. اي طولوا بالكم لسه ما اجت العروس. هل حطينا زفة العريس مشان من هلا نحمس العريس؟ كيف يعني هي اخي عمار بده عروس بدون عرس بدون عرس بدون عروس؟ لا مو على كيفك. شو هي فرحتك يا سبب فرحتي يا مقاسمني سكتي. يا سلام شو هالعيلة هي لك بلا عنا عرس بدون عروس. شايفين يا سلام شو هالعيلة هي عملنا عرس بدون عروس. يا عمار شو بدك لنا شي عروس هيك؟ بس انت بدك هم ولا مثل هاي؟ لا 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 اسامي نحن هلا لك بده طول اسراء لا لك ريا انا مسكينة سيدرا لك طول اسراء وجمال سيدرا وشعري وكل شيء جمالي وهضامة اسراء وهضامة اسراء فرفشوا سيدرا ايه هوش بس لا مو طولي لا وقفني انت من كده بدولك احزرعين تلتمتعني. لا انا طول لا نرمين اطول منك. لا بس بشوي بس شوي والله هيك نرمين. انا 172 72 في واحد سم انا اطول منك انا واحد سم بيناتكم خلص هلا ما كثير يعني تصيروا صعبين. يعني اذا جتني مثل مواصفات اسا وسيدرا نخرب بيتي. ليش؟ خرب بيتك؟ شو؟ في رمضان؟ لا يصحى لا لك لا بقلا يصحى لك علينا. ها شو بعرفني؟ اقول لك اخر حد قلتيكوا علينا. تفضل اخوي تفضل. هو ما عندي يعني كنت يعني قصدك نحن قال اذا ما كانت لك هديه ما بتحبك. ما حد عايشك عيشه هنيه اذا ما كانت لك هديه. انا خدها منك. شو؟ انت شو بدك بس وهمني يعطيني انا بما انه كمان عم يشربوا قهوه فححط لهم كمان هذا البسكوت مع القهوه. هذا ماما بتحبه كانت قبل رمضان سوي لها القهوه ولازم مع القهوه هذا البسكوت فححط لهم منه. سيدرا افتحي برا تشوفي لنا بالله الفواكه. نعمل لهم هيك مع جار فواكه عشان نكمل لهم السهره يلتهوا عنا شوي بالاكل. حبينا البسكوت بسكوت القهوة بسميته أنا. هذا بسكوت القهوة السابع. على فكرة هذا البسكوت دايت يعني ما بيسمن
وطيب بنفس الوقت. لانه بالشعير. ايه لانه بالشعير. اخر شيء الفواكه حقشرهم اول شيء، بعدين قشر البودقان. البودقان شيء اساسي بالنسبه لماما، لنرجع نعمل هاي الحركه. هاي الحركه يا جماعه اذا ما بتفلت معي فلتر، ما في داعي اشرح لكم. ما راح اتزوج خلص، ما راح اتزوج هاي السنه، ما راح يجيني عريس فلتر، او حيصير مشاكل مثلا. ليه عقامتي شقت بيجامتي؟ شوفي كبت القهوة عليكي شو صار؟ سيدرا المتوحش الخمس حلقات حضرتيها؟ ايه لازم تحضريها تكملي. انا ما حضرته على فكرة ها؟ قمت نمت يوميتها مدري، ما بعرف وين رحت شو عملت ما بعرف. والله ابناء قبل الدجاجة وبنتها، بس ايام مثلا بكون طول النهار مشغولة او عندي شيء معين شيء ما مثلا بيجي بالليل انا خلاص يعني. بس قاعدة عم تحضرنا شو فواكه. فواكه ما شاء الله. خلاص انا غيرت رأيي، ما راح اسوي لكم حلو. ما بعرف خلاص هيك هلا ما غير رأيي، كلمة ثانية بغير رأيي. كلمة ثانية بغير. هي جبنا هدول السمبوسة خلينا شوي لنور وعصام واخذنا شوي النا، والملوخية نفس الشيء خلينا شوي لنور وعصام واخذنا شوي النا. شوف على السحور يعني فواكه. اشرب لكم فواكه. اهم شيء هذا الجاط. ايه هذا جاط الفواكه. طلع اعملي له وحده يا سبعي. لا 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 ماما خسرتك انت، 13 دقيقة لسه ماما. ما شاء الله ماما ما بتقصر، خسرت صبح مساء عصر. ايه ما عندها ما عشنا. نخلص الفواكه، قطعنا الموز، بدي اكمل هلا شو تقطيع الكيوي. ايوه طلعت هاي نص كيواي ربع كيواي. يا سلام. هلا بنحط الكيوي. بدك تيجي حالتنا يا عيوني تلفت حوالينا. الله الله لقيت عروس لاخوي، اخوي لعروس. لقيت عروس لعمار. خلص حطوا عمار هلا وعنو سكي سيسي. هي صح نستنى شوي بس شوي. تعي 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 بس مدري